جديد هذه المرة هو البعد البيئي. هذه الاستثمارات بين 20 دراجات نارية رفاهية صديقة للبيئة توزع على كل الشباب الحاملين اللي راعين أنهم يكونوا في المشاريع التي تعمل مرة إطار تأسيس التوعية. أعتقد الشركة الأولى على عاتقها في إطار دمجهم في واحد البرنامج شراكة بين الدولة وبين الجماعة. هاد الناس هادو هما اللي غيقوموا بالتأسيس والتوعية باش نلبسوا شوية من دوك المشاكل ديال اللاوعي ديال اللامسؤولية ديال بعض الساكنة عليها اللي كتعرقل العمل ديال الشركة وكتعطل ديك الوتيرة ديال تحسين جودة الخدمات. كاين كذلك واحد لي تريسيكل هما دوك الدراجات ديال العجلات اللي حتى هي كهربائية يعني دائما في إطار داك البعد البيئي لأنه هاد الآليات الجداد غادي يتفرقوا مكيديروش الصداع صديق البيئة كيخدمو مكيديروش حتى التلوث البيئي كيخدمو لا بنزين لا مازون لا ليسونس مفيهمش الصداع واللي كان عندنا يحلو لنا واحد المشكل كبير خصوصا مثلا في المقاطعة ديال المدينة مدينة عتيقة كنا كنخدمو بالدبيرات كيديرو الصداع كان عندنا مشاكل مع السكان كان عندنا مشاكل إذا هادو جاو باش يحلو هاد المشكل هذا حتى الطاقة الاستيعابية ديالهم والسرعة ديال التدخل ديالهم باش يمشي يفرغ ويرجع غادي نكونو نقينا المدينة وخلصناها من المفايات ديالها في واحد الوقت قياسي مقارنة مع السابقة. كانوا كما شفنا الجرافة واللي غادا تستعملوها في التدخلات ديال جمع المفايات ديال بقايا البناء والتكريبة اللي كان عندنا فيها مشكل كبير واللي هي مشكل كبير بس تنتمنى ان شاء الله انه بوجود ديال الناس ديال التوعية والتسييس وهذه الآليات هادو غنكونوا استطعنا اننا نحسنوا من جودة ديال الخدمات خصوصا اننا نبقى الناس بزاف على نهاية العقد ديال الوصول في مدينة تونس. شكرا. السي البدراوي تنشوفوا انك هذا التجديد هذا اللي درتوه واش شي هذا منكم ولا داخل في البنود ديال الاتفاقيه ديال كايت شارج ولا اي شي هذا منكم؟ شكرا على السؤال. هذه الاستثمارات 500 مليون درهم هي اجتهاد من الشركه مبادره من الشركه باش تضخ دماء جديده هذه الاكسبلواتاسيون في الاستغلاليه ديال اوزون فاس باش تحسن الخدمات وتطور اللي يمكن يدخل ما فيهش الصداع وياخذ نفايات اللي غادي يقوم بالمهمه ديالو بدون ازعاج السكين وهذا تيكون رساله واحترام للسكينه ديالنا باش انها تكون تاخذ الخدمه ديالها ديال النفايات في احسن الظروف. وغادي يكون التواصل بطبيعه الحال هكا مع واحد الفئه اللي غادي تقوم تاهي بالدراجات الناريه الكهربائيه دراجات كهربائيه وهذا هو نقولوا الفائده الايجابيه لان التنميه المستدامه تتركز دائما على هذه شي حاجه تكون صديقه للبيئه. وهادشي ان شاء الله غادي ندير واحد التكوين لهاد الناس اللي غادي ياخذوا الدراجات هذه وغادي يكون فيها توعيه ويمكن نوصلوا حتى للفرز. غادي نمشيو لشي احياء اللي ندوروا فيهم الفرز. الفرز يعني المسائل العضويه بوحدها والمسائل الاخرى اللي ماشي عضويه بحال البلاستيك ولا شي حاجه اللي كانت ديال النار ولا شي حاجه ديال الكارتون هذا تكون عاوتاني حتى هي في حاويه خاصه بها. هادشي غادي نبداو فيه واحد الاحياء وعندما تنجح العمليه في حي ما سنسوق ذلك النجاح الى احياء اخرى حتى تعم ان شاء الله في مدينه فاس كلها العزيزه علينا. وشكرا على المواكبه ديالكم وتفضل عليكم السلام.